فهمني. احنا نحكيو على الشعبويه على هذه السهام. لا نحكيو على الشعبويه هذيك. كيفاش يقول الجاحظ وهذه عصايا اهش بها على نفسي واهش بها على غنمي، فهما وقت اللي تهدفت تجاوبت بالطريقه التي تليق بالبقاء. كل واحد لا قلت لك انا الجاحظ كيفاش يقول قول عصايا. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. يقول الجاحظ وهذه عصايا أهش بها على نفسي وأهش بها على غنمي.